ولذلك أنا ألفت كتابا فيما بعد بعد وفاته. نعم نعم سميته هذا والدي. نعم. من المواقف التي هي ليس موقفا لكن شيء أقوله لكي يرى فيه الإخوة المشاهدون العبرة. قبيل وفاته، نعم، بأيام كان مريضا، دخلت إليه بعد أذان الفجر لأطمئن على حالي قبل أن أذهب إلى المسجد القريب فأصلي فيه. هذا في أي سنة شيخنا كان؟ في عام 90. 90. دخلت إليه فرأيته وقد انبلجت أساريره ووجهه مشرق بقدر كبير من السرور والانشراح. قلت كيف الحال؟ قال اجلس. جلس قال لي لقد رأيت الليلة رؤيا، إذا صدقت فهي خير لي من كنوز الدنيا والآخرة. الله. قلت خيرا. قال رأيت نفسي في عرصات القيامة، رأيت نفسي في موقف عرفت أنه يوم القيامة والناس مزدحمون من شتى الجهات، وقفت بين يدي الله عز وجل وسمعته يقول لي لقد كنت تعظمني في الدنيا فاليوم أكرمك وذريتك